الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فنحن يا قوم عما قريب ذاهبون مقامنا على هذه الأرض ليس بطويل أعمار أمتي ما بين 60 و70 ذاهبون إلى دار لا ينفع فيها إلا التقوى في هذه الدار من انضبط بأوامر الله هنا سعد هناك ومن خالف أوامر الله هنا فحاله غير حال السعادة هناك إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإن الموت تخطانا وذهب إلى غيرنا وغدا بلا ريب سيتخطى غيرنا وينزل بنا فقدموا لأنفسكم فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وقال ربنا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما وقال جل من قائل قد جاءكم من الله نور نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إليه إلى صراط مستقيم قال ابن كثير في تفسيره أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم أنه يهدي من اتبعه سبل السلام أي طريق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة وينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وفي رواية المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله عنوان خطبة اليوم أخلاقيات الأزمات في جزئها الرابع سبق أيها الإخوة
أن الأزمات عادة ما تكشف المعدن النفيس للناس، وتميز الطيب من الخبيث. ولئن كنا مدعوين للتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساوئها في كل الأوقات، فنحن إلى هذا التحلي والتخلي في الأزمات أشد حاجة. وعرضت الخطب الماضية لأخلاق سبعة في الأزمات، وتعرض اليوم خطبة اليوم لخلق ثامن. الأخلاق التي عرضت: عدم الهلع، والأمانة، والتراحم، والتكافل، والتثبت، والأمل، ومراعاة حدود الشرع في الدماء والأموال والأعراض. هذا ما عرضت له الخطب الماضية. وتعرض خطبة اليوم لخلق ثامن مهم جدا في الأزمات، ربما كان سببا في حل الأزمة وانتهائها، وربما صار سببا في تعقيد الأزمة واشتدادها. خلق اليوم، الخلق الثامن من أخلاقيات الأزمات: حفظ الكلمة. الكلمة بإمكانها أن تحيي إنسانا، وبإمكانها أن تميته. ولأنني طبيب، فأنا لا أعلم في الطب ولا مادة دوائية تستطيع بأعشار الثانية أن ترفع الضغط لتوصله إلى أعلى الدرجات، أو أن تخفضه لتجعله في أحط الدرجات، مثل الكلمة. باتصال هاتفي يأتيك وأنت مسرور في حالة عادية، يأتيك خبر مزعج، يصفر لونك، يرتبط لسانك، لعل سماعة الهاتف تسقط من يدك، ولعل رجلاً يسقط أرضاً. ما الأمر؟ أخبر بكلمة على غير ما يحب ويرضى. ولعل امرأة طريحة فراش من أشهر يحاول الأطباء أن تقوم على قدمين فلا يستطيعون، يقال لها: إن ابنك المسافر قدم من السفر وهو الآن في المطار، وبعد دقائق سيصل البيت. تنتفض هذه الأم قائمة على قدمين، وقد أعيت الأطباء أن تتحرك قبل الآن حركة. الكلمة لعلها تحيي رجلاً ولعلها تميته، لعلها تكون سبباً في حل الأزمة ولعلها تكون سبباً في تعقيدها. تعلمون أيها الإخوة أن المرأة يحاسب يوم القيامة على كلماته كما يحاسب على تصرفاته. وتعلمون أن الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل ما شئت، لكن لديك رقيب وعتيد، ملكان يسجلان. ولعله لا تغيب عنكم الآية الكريمة: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وتريكم الأيام أن رجالاً رفعهم كلامهم الرفيع، وأن أناساً وضعهم كلامهم الوضيع. والإسلام والعقل يدعوان المرأة إلى حفظ الكلمة في الأوقات كلها، وهما يدعوانك إلى حفظها في الأزمات بشكل خاص. ولأن المرأة ممتحن في الحياة ومختبر بأفعاله وبكلامه، ولأنه من جملة الاختبارات التي ترفعك عند الله أو تضع المرأة عند الله اختبار الكلمة، ولأهمية حفظ الكلمة في الأزمات،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه ابن ماجه في السنن: إياكم والفتن، فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف، إن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف. وبين يدي أيها الإخوة في مسألة حفظ الكلمة في الأزمات نقاط ثلاث أحب أن أبسطها بين أيديكم لتكون كلمتنا محفوظة صحيحة ناجحة، سبباً في حل الأزمة لا في تأجيجها، وسبباً في القرب من رحمة الله تعالى لا من عذابه. في حفظ الكلمة سأبسط بين أيديكم هذه النقاط الثلاث لأجل أن تكون كلمتك محفوظة صحيحة ناجحة. النقطة الأولى: قول الحق. من حفظ الكلمة أن تقول الحق، لأن القائل بالباطل يزيد الأزمة اشتعالاً ويزيد النفور والإيهام أواراً. ولأن المسلم والعاقل مطلوب إليه، إلى كل واحد منهما، إذا قال أن يقول الحق لا الباطل، ومطلوب منه أن يظهر هذا الحق. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن الحسن ويقويه، ويوهن القبيح ويوهيه. إذا رأى شيئا حسنا يقول هذا حسن حتى يفعل الناس مثل هذه الفعلة، وإذا رأى شيئا قبيحا يقول قبيح حتى يترك الناس أمثال هذا العمل. حدث مرة أن رجلا قال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله يا أمير المؤمنين. فرد عليه رجل: تقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ معقول؟ فقال عمر: دعه فليقلها، فإنه لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها منكم. وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله تعالى من قول الحق. ذكروا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لواحد من مستشاريه عمرو بن مهاجر، قال له: إذا رأيتني ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم هزني ثم قل: يا عمر ما تصنع؟ يقول المؤرخون: كان القول الحق، أو كان لقول الحق أثر في نجاح سياسة عمر التجديدية، وكان لبطانته أثر في شد أزره وسداد رأيه وصواب قراره. إن قول الحق أيها الإخوة من أمانة الكلمة ومن حفظ الكلمة في الحياة عامة وفي الأزمات خاصة. وهذه أول نقطة في مسألة حفظ الكلمة. النقطة الثانية: لأجل أن تحفظ الكلمة وتكون أميناً في الكلمة في الأوقات كلها والأزمات خاصة، مطلوب إليك الصدق في نقل الخبر. فالأخبار نوعان: صادقة وكاذبة. والنقلة نوعان: ضابطون وغير ضابطين. هناك إنسان ينقل خبراً صادقاً، لكن هو نقله لا يكون ضابطاً لهذا الخبر، يزيد فيه شيئاً ينقص منه شيئاً. هذه عادته في الحياة، يدخل عاطفته في أي خبر ينقله. هناك أناس ينقلون أخباراً ليست صحيحة، سمعوا خبراً فنقلوه.
وهناك إنسان ينقل خبرا كاذبا ثم أيضا يزيد فيه، وأحسن الأربعة من ينقل خبرا صادقا وهو ضابط لنقل هذا الخبر. فالصدق في نقل الخبر، فمن أمانة الكلمة ومن حفظ الكلمة ألا تنقل من الأخبار إلا ما ثبت عندك، وأن تكون صادقا في نقل ما ثبت. فليس كل خبر يصلك صحيحا مطابقا للواقع، وليس كل امرئ مأمونا على نقل الأخبار. فبعض الناس لهم عادة الزيادة في الكلام، وبعضهم لهم عادة الإنقاص منه، وبعضهم يضفي عليه عاطفته، وبعضهم يزيد فيه رأيه، وقليل من الناس من يضبط ما نقل. ذكروا عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، صاحب المذهب المالكي وصاحب كتاب الموطأ وهو المحدث، كان يقول إن له عشرات من إخوانه يتبارك بدعائهم، غير أنه لا يأخذ منهم حديثا واحدا. هم صالحون وخيرون، لكنهم لا يحسنون نقل الخبر، لا يضبطون الخبر. قال أنا أتبارك بدعائهم، لكن نقلهم للأخبار ليس مضبوطا. فمن أمانة الكلمة وحفظها في الأزمات خاصة الصدق في نقل الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. في حفظ الكلمة نقاط ثلاث: النقطة الأولى قول الحق، والثانية الصدق في نقل الخبر، والثالثة والأخيرة العدل في النقد. فإن كنت منتقدا أحدا فكن عادلا موضوعيا، سواء كان النقد للأشخاص أو للمؤسسات أو لغيرهما، لأن الله تعالى يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. وها أنا أنقل لكم أيها الإخوة أقوال بعض علماء النقد في علم الحديث، وهم يسمون علماء الجرح والتعديل. في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هناك علم اسمه الجرح والتعديل. هذا العلم معني بالرجال الذين ينقلون الأحاديث، ما نسميها الأسانيد، رجال الأسانيد. فهؤلاء الرجال هناك علماء نقدوهم، جرحوا المجروح فيهم ووثقوا الموثوق فيهم. لكن سأنقل لكم بعض عبارات هؤلاء العلماء المختصين بالنقد لتشاهدوا كيف العدل في نقد الناس أو نقد المؤسسات أو نقد من شئت من الخلائق. مثلاً في إمام من علماء الجرح والتعديل اسمه الإمام الذهبي، له كتب كثيرة في الجرح والتعديل، منها كتاب اسمه تذكرة الحفاظ. يقول في تذكرة الحفاظ عن رجل من المحدثين اسمه محمد ابن إسحاق. هذا محمد ابن إسحاق مختص بالسيرة، ينقل أحاديث كثيرة في السيرة. يقول الذهبي: محمد ابن إسحاق الذي تقرر عليه العمل فيه أن ابن إسحاق إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية، مع أنه يشذ أحياناً، وهو ليس بحجة في الحلال والحرام. يعني إذا حدثك بأحاديث في الحلال والحرام ليس بحجة، لكن إذا حدثك بالمغازي والسيرة فالرجل يؤخذ بكلامه. هذا عدل في النقد. يعني هو لم يقل هذا الإنسان ممتاز في كل شيء، ولم يقل هذا الإنسان قبيح في كل شيء. قال: هذا في السيرة، في أخبار السيرة ممتاز، لكن في أخبار الحلال والحرام ليس بحجة. قال في الواقدي: هو من أوعية العلم
لكنه لا يتقن الحديث. يعني هو عالم هذا الرجل، هو وعاء للعلم، يعني يجمع من العلم الشيء الكثير، بس الحقيقة ليس ضابطا للحديث في عدل بالنقد. لم يقل هو جاهل، هو لا يفهم شيئا، هو لا يعقل شيئا، لا، قال هذا لا تأخذ حديثه، لكن الرجل جماع لمادة علمية أكبر. وأكبر من هذا عندما تكلم عن يزيد ابن معاوية في كتابه سير أعلام النبلاء، قال له على هناته حسنة. قال هذا يزيد ابن معاوية أساء كثيرا، لكن يا أخي له حسنة، له على هناته يعني أخطائه وزلاته حسنة، وهي غزو القسطنطينية، وكان أمير ذلك الجيش وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري. ثم قال ويزيد هذا ممن لا نسبه ولا نحبه، في عدل، في ضبط، في كلمة عفيفة، لا نحبه ولا نسبه، وله نظراء من خلفاء الدولتين، وكذلك في ملوك النواحي، بل فيهم من هو شر منه. فالعدل في النقد أيها الإخوة، والإنصاف في الوزن، من أمانة الكلمة وحفظها في زمن الأزمات خاصة وفي الحياة عامة. ولعل عالما أو وجيها يقع في زلة حيال موقفه مما يجري فيما يبدو لنا، فلا يصح أن نهدر حسناته وأن ننسى تاريخه في تعليم الخلق ونفع الناس، ولنعتبرها زلة، ومن الذي لا يخطئ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال ابن تيمية ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط، بل ولا من الذنوب. يعني حتى الأولياء يخطئون، حتى الأولياء يذنبون. ولعل عالما أو وجيها يسكت عن الكلام ويعتزل الخلق في الأزمات لرأي يراه الله أعلم به، فلا يجوز للناس أن تفسقه أو أن تتهمه في نواياه أو أن تنعته بمساوئ الأوصاف، لأنه لم يفعل ما نريد أو لم نقل ما نشاء، فربك أعلم بنيته وهو مطلع على سره وعلانيته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أنا غير مأمور طلع كلام كل واحد من قلبه. لذلك من حفظ الكلمة العدل في النقد، أن تكون منصفا في النقد، ومن أمانة الكلمة في الأزمات هذه الثلاثة: أن نقول الحق، وأن نصدق في نقل الخبر، وأن نعدل في النقد. هذا حديث أيها الإخوة عن حفظ الكلمة، وهو خلق من أخلاق المؤمن عامة، لكنه من أخلاق الأزمات خاصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير يكتب الله بها عليه رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.